أعز الناس محمد عبد الوهاب نجم الأهل الراحل، واحد من أعز الناس تحبه من أول لقاء، يبهرك بعشقه للأهل وانتمائه لجمهور الفانلة الحمراء. دائما كان المبتسم المتفائل صاحب القلب الكبير. محمد عبد الوهاب جوجل محمد عبد الوهاب حلوة يا جبال حلوة من محمد عبد الوهاب. 12 عاما على رحيل شهيد الكرة المصرية الذي غادر دنيانا صباح 31 من أغسطس عام 2006 على البساط الأخضر بملعب التتش، وذلك على أثر أزمة قلبية حادة مفاجئة، تاركا خلفه إرثا كبيرا من الحب والمشاعر الصادقة. لم يكن عبد الوهاب لاعبا خلوقا صاحب مواصفات خاصة خارج الملعب فقط، بل كان لاعبا يشار له بالبنان. هتوحشنا وحتفضل صورتك في عينينا وحتفضل روحك حوالينا، ارتاح في الجنة يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب، يا حبيبي يا صاحبي يا عبد الوهاب. نجح باقتدار في تحقيق الكثير من الإنجازات رغم صغر سنه، فاز بعشر بطولات منها 7 بطولات مع الأهلي و3 بطولات مع المنتخبات الوطنية. تألق مع المنتخب المصري في كأس إفريقيا للشباب عام 2003، فاز بلقب البطولة إلى جانب كأس العالم مع المنتخب العسكري عام 2005 في ألمانيا، ثم بطولة كأس الأمم الإفريقية مع المنتخب الوطني عام 2006 في مصر. بدأ فقيد الرياضة مشواره مع الكرة وعمره 14 عاما بمركز شباب سنورس ثم الألمنيوم، ليتألق بشدة وليختاره الكابتن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب الشباب عام 2003 للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للشباب رقم 13 في بوركينا فاسو. برع عبد الوهاب في الجانب الأيسر من الملعب، اشتهر بتسديدات قوية وكرات عرضية متقنة، هو ما كانت الكرة المصرية تفتقده بشدة. من كأس الأمم الإفريقية إلى كأس العالم بالإمارات واصل عبد الوهاب مشاركته بانتظام مع منتخب مصر، ازداد تألقا بعد أن أعاده شحاتة إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذي يجيد فيه كثيرا. خلال كأس العالم جذب عبد الوهاب أنظار نادي الظفر الإماراتي، ضمه من الألومنيوم لمدة 4 سنوات. لم يفت تألق عبد الوهاب الشديد على مسؤول الأهلي الذين سارعوا باستعارته لمدة 2 موسمين من الظفرة. واصل عبد الوهاب سعيه الحثيث للحصول على مكانة أساسية في الجبهة اليسرى للأهلي في ظل منافسة شرسة مع لاعب بحجم الأنجولي جيلبرتو. الموسم الثاني لعبد الوهاب مع الأهلي شهد دخول اللاعب في تشكيلة البرتغالي مانويل جوزي لوقت أكبر، لكن نقطة التحول الأساسية جاءت خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا نوفمبر 2005. بات عبد الوهاب لاعبا مهما في صفوف الأهلي ومنتخب مصر، لا سيما بعد مشاركته الإيجابية في فوز الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء. دائما ما كان عبد الوهاب يتحدث بكل الفخر والتقدير عن الأهلي، لا ينسى أحد كلماته الشهيرة عندما أكد أن الأهلي لم يخلف وعده معه أبدا. لكن القدر لم يمهل النجم الخلوق فرصة أكبر للتألق وكتابة تاريخ طويل في عالم الكرة، لكنه نال الكثير من حب الناس، أصبح رمزا للإخلاص والتفاني في العمل،
وأيقونة يتحدث عنها كل أهلاوي. رحم الله محمد عبد الوهاب أعز الناس.